Mesdames et messieurs, préparez-vous pour le défi de ce moment. Le défi. واحد من أشهر وأكبر المطارات في الجزيرة العربية في دول الخليج، مطار الملك عبد العزيز الدولي. المطار هذا في مدينة جدة بالتحديد، في عبد الحميد طلوس. وانت كالعادة باش تعمل الديفي متاعك، باش تحاول تكلم المطار، والتحدي متاعك اليوم تخليهم يقولوها بالتونسي. كنوزة فهمت نسيك الدنيا وما فيها. بالتونسي بالتونسي من لا. انت كيفاش تكلمهم الساعة؟ بالتونسي ولا بالخليجي؟ ولا ما نعرف تكلمهم بالتونسي. ليه استحشت التونسي رن؟ عندي جديد عليه، حب نتكلم هكا بالتونسي. بي شوية 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 عم شوي مراوحة شوي مراوحة قل لهم أحبك أبوك أخوك عمك خالج بالأتش كلهم بالأتش. حاضر لي روحك سي طلوس، شلونك شمسوي؟ أي حاضر نبدأو على ربي بل. يا سيدي أعطيونا مطار الملك عبد العزيز في السعودية. يلا أبي يقول لك يعني يا أخ عبد العزيز، هذا والله مو غلطي، هذا كلام الأخ وائل العامري. أيد عندك تفسد ليش علاقاتي عايشك في السعودية؟ متفسد لي فيك علاقاتي في السعودية؟ وقتاش ماشي حق أنت في السعودية؟ يلا اختر الرقم واحد. شني؟ press 2 ب ريبونس. شكرا لاتصالكم بالمطارات السعودية. Thank you for calling Saudi Airport. Yes. للغة العربية اختر الرقم واحد. حط واحد حط واحد. For English press 2 ب. حاولوا عودوا تصلوا بالرقم وتبعوا العملية يا نور. ستيب باي ستيب تحصل على العميل عدي هنا في المباشر. سي طلوس عندك سيناريو خويا؟ هاي عندي سيناريو، وش نقول عليه خاطر بدأ ينتابني الشعور بالقشعريرية. قشعريرية وما طار شكون قلت لي هذا؟ الملك عبد العزيز تاعه وحده ما لم تعباد معناه الله يرحم. الله يرحمه وينعمه. عاش ما كسب مات ما خلى يعني وخلى مطار. محمد عبد العزيز وين المطار ذا؟ في جدة. جدة ومطار مطار كبير وي وفريشوب وقهاوي. صحيح أسألهم أنت اللي مشي نزعليك أسألو. صحيح بيه. تنجم مثلا تحكي له وي شون فما تجهيزات في المطار. صحيح بالله سمحني عود لي اسمه مطار شكون؟ أخي ما تسمعش الملك مطار الملك عبد العزيز الدولي. يركز مليح. يركز مليح. نجم تختار سيناريو تحكي لهم على إذاعة دي. ملك عبد العزيز معك، تفضل كيف بدي. صباح النور أختي، شو أخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله، معك الأخ توم من تونس. تفضل. شنو أخباركم؟ شو أخبار المملكة؟ الله يرحم الشيخنا عبد العزيز. ألو؟ كيف أقدر أخدمك أستاذ الكريم؟ أبي أقول لك شيء لو تعرفين يعني. تفضل. ابي اقول لك كلمة تونسية وانت تعيديها لي يعني بالخليجي، في امكانية؟ الو تفكرك بخصوص المطار او ايش بالضبط؟ شنو؟ تفكرك بخصوص امر داخل المطار او افادة بخصوص رحلة افادات غير كذا ما راح اقدر افيدك. راح تقدر تفيدني لانه هذا الشيء عنده علاقة بالمطار. اسمعني، انا راح اجي راح انزل انا وزوجتي على المطار عندكم. تمام وابي اعملها سوربرايز يعني. انا مراتي بتشتغل في اذاعة تونسية اسمها كنوز اف ام، فهمتني؟ تمام بدي كل طاقم العمل في المطار وكل الناس لما نحن ننزل بهذا المطار كلهم يعني يخرجون بالنوار والهلال والزغاريت ويقولوا كنوزنا نسيك الدنيا وما فيها، فهمتي؟ ألو معك استاذ معاك. ايه الله يرحمه ودك يعني هذا الحب يعني تدرين لو تعرفين لو عندك زوج او صديق او حبيب هذا الحب يعني يا اختي الحب يجنن، فهمتي؟ بس دقيقة بس لو سمحتي الله يرضي عليك ويرحم والديكي لو تقدري يعني اسمع اللحن من صوتك قولي كنوزنا، قولي معي يلا قولي كنوزنا. أستاذ
اعتذر استاذ الكريم، اعتذر استاذي. بجاه ربي، الله يرحم والديك، الله يرحم السيد الملك سي عبد العزيز. قولي معي، كنوزنا تنسيك الدنيا وما فيها. عفوا استاذي، بس هذا خارج اطار الخدمه، ما نخدم العملاء بهذه الطريقه. طب قولي فيها وما الدنيا تنسيك كنوزنا. يعني عندك كاميرات مراقبه يعني ما تقدري تقولي الكلمه؟ المكالمه استاذي مسجله، ما اقدر اخدمك بيها، شيء خارج اطارها. ما بدي اتكلم بهذه الطريقه، اعتذر استاذ الكريم. اي بس انا يعني راح اصير حريف يعني بالمطار، فهمتني؟ انا ممكن ازودك برقم المطار يفيدوكم، ان هل بالامكان تسوي هذا الاجراء داخل المطار او لا، بس عن طريقي ما اقدر افيدك. زودني واحد ثاني اكلمه، زودني واحد ثاني اكلمه، زودني. اتفضل برقم المطار. اعطيني واحد ثاني، اعطيني رقم المطار او زميل. اتفضل رقم المطار. يا اخي ليش ما تشجعوا على الحب انتم بهذا المطار؟ قديش؟ نعم، شو رقم المطار؟ تفضل. 012 012 68 68 55 55 55 55 مرة أخرى. الخمسة تكررها خمس مرات، 1 2 3 4 5، هاي وبعدين ما كررناها خمس مرات. هذا رقم المطار استاذي، أي هذا المجموع 1000 هذا الإجراء أو لا؟ شو؟ اتواصل مع المطار استاذي يفيدوك انه هذا الاجراء داخل المطار مسموح فيه. اوكي بس 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 اوكي بس بدي منك وعد. تفضل. لو جيت على المطار راح تكوني انت ان شاء الله بالدوام وموجوده، تقولي معنا كنوزنا تنسيك الدنيا وما فيها، اوكي؟ ان شاء الله استاذي على خير، اي استفسار اخر؟ لا شكرا شكرا، عندكم فري شوب؟ نعم؟ في فري شوب؟ يعني في محلات بالمطار و نعم في استاذي محلات وهمبرجر، في همبرجر بس يكون حلال يعني، في همبرجر؟ نعم اتواصل مع المطار يفيدوك استاذ الكريم. شكرا. استفسار اخر؟ استفسار فقط. في بخور وجاوي ولوبان وكاسة حمام؟ اوكي. يومك زين. اي استفسار اخر استاذ الكريم؟ كنوزنا تنسيك الدنيا وما فيها، والهاتف مراقب. شكرا اتصالك معك ارتقين فمعي. شكرا شكرا. عزيزي المتصل، وي. في اطار سعينا الدائم لتقديم الخدمة، صار انتم سعيكم دائم على الخدمة. عايش خويا سي عبد الباقي. لا 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 لازم يوصلها لك، حققت لنا في تحدي. ايه الحق بتاع ربي؟ انت حقك نورمال، ما اذكر اني في تحدي وما قلتوش انتم، تو قلتوا لي اختار السيناريو تحب. قلتوا اختاروا السيناريو. تكلمت على اي عبد تكلمنا اخر نحب تحدي، ما تاكلونيش بالهف. انتم قلتوا لي تطلب ولازم تقول الكلمة، اوكي، وتعطيها سيناريو. عندك حق، خذوا ان شاء الله نطلبوا مطار بنجلاديش. اوكي بس مش نحكي معاهم في بنجلاديش. انا وين انا هيك بالله التربية والاخلاق نتاعهم مسكينة هي. شفت تضحك راهي تضحك سيخة بتضحك. انا حبت تقول اما التليفون مراقب يرجعوا بعد يسمعهم اكيد جدا. تو بعد نعاودوا نتصلوا بهم. بالله تصفيق على سي طلوس كمان، عمل مجهود وكمان يعطيك الصحة سي طلوس. بارك الله فيك. احنا بالتحدي هذا كون وصلنا لاخر المشوار، سي مصطفى لمود لافان يلا. ان شاء الله عديت معنا الصبحية هذايا وملتقينا بكم غدوة ان شاء الله. بإذن الله مريومة. ان شاء الله كنا خفيف الظل عليكم يا ربي، ورسمنا البسمة والضحكة على وجوه العباد الكل، وربي معكم. جيهاننا. ان شاء الله ديما فرحانين وزاهين ومتألقين يا ربي، ان شاء الله ربي بعد علينا كل بلاء في تونس، وربي يشفي كل ناس مرضى به يا ربي. امين يا ربي. مروان ان شاء الله نهاركم زين، الناس الكل موفقين في الامتحانات، وان شاء الله يا ربي ما نسمعوا كل الاخبار الطيب. طلوس ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله تكونوا عديتوا معنا برنامج ممتع وطيب. واحد باش يغرق. ان شاء الله ان شاء الله ستر الله مسبول عليكم، ان شاء الله ديما فرحانين منمومين في الخير يا ربي، نسمعوا عليكم كل الاخبار الطيبه، استهلاو لي في رواحكم، البسوا مليح كلوا مليح، وان شاء الله ديما فرحانين. راجعين لكم العشيه. فوالا هذا شكون باش نقول. راجعين لكم العشيه. العشيه ان شاء الله باش تسمعونا مع فاطمه ومع صفاه في برنامج ولاد كلاس، تحدي اليوم كيف اسمه مزيان باش يلعبوا ضد بعضهم. ثقافه عامه وموزيكا واجواء من تلاقى من الخمسه نتاع العشيه. تسلم برشا على باسم، تسلم على نور وكامل فريق العمل في اسمه مزيان. عاشت تونس حره وامنه ومستقله. نهاركم اسعد الايام. باي باي.